باختصار هو هذا مستقبل الطب. ليش مستقبل الطب؟ يعطي التعريف الآن ليعرف ذلك. زمن الرعاية الطبية الواحدة اللي هو المقاس واحد يناسب الجميع سيصبح شيء من الماضي، بمعنى سيفصل الرعاية الطبية المستقبلية لأي شخص حسب مكون الوراثي. كلنا نعرف مثلا أنه أنا أخذ دواء لوجع الرأس أستفيد، يمكن حضرتك يستفيد من دواء ثاني، أنا يلزمني جرعة يلزمك جرعة ثانية. استجابتنا للأدوية، قابليتنا لحصول أمراض لا سمح الله، تعتمد بشكل كبير على مكوننا الوراثي. فبالتالي سيولي زمان اللي أعطي فيه نفس الرعاية الطبية لنفس الشخص بغض النظر عن مكون الوراثي، وسيتم تفصيل الرعاية الطبية المستقبلية للشخص حسب مكون الوراثي، وبالتالي تكون أكثر كفاءة وأكثر نجاعة من الناحية العلاجية حتى من الناحية التشخيصية. هذا هو الطب الدقيق، لأنه دقيق مفصل للمريض على مقاسه الجيني. معناته المكونات الجينية مختلفة في كل دولة، لذلك تتشكل عليها نتائج إعطاء العلاجات لكافة الأمراض بناء على هذه الخريطة الجينية. نعم، فحوصات جينية أو بعض الأدوية طورت في على باستخدام عينة من المرضى مختلفين عنا، هون ستستخدمها للكشف عن مرض مثل التصلب اللويحي أو أي مرض وراثي. ستجد أن الطفرات الموجودة في الشعب اللي مثلا في اسكندنافيا في شمال أوروبا تختلف عن الطفرات الموجودة في الشرق الأوسط، تختلف عن الطفرات الموجودة في أفريقيا. لذلك يجب أن يتعرف كل دولة أو كل عرق على مكون الوراثي، وبالذات فيما يخص الطفرات التي المصاحبة للأمراض، حتى يتمكن من توفير الطب الدقيق لرعاية. نعم. يعني دكتور، هل ممكن نقول نبسط الموضوع بشكل أبسط شوي للمشاهد؟ الطب الدقيق أو طب الجينيوم هو أن احنا نعرف الإنسان أو الشعب القطري ما هي أهم جيناتهم لنتفادى الأمراض المستقبلية. على سبيل المثال وبعيد الشر عن كل مرض السرطان اللي أصبح منتشر بشكل كبير في دولة قطر، نحاول الآن نعرف شنو أهم مسبباته وأهم الأمراض اللي تسببت من خلال دراستنا للطبيعة البشرية في دولة قطر. 100%. أولا لازم أنوه أن دولة قطر من الدول الرائدة ليس على مستوى المنطقة العربية أو الشرق الأوسط، بل على مستوى العالم. وأنا لا أبالغ حين أقول أنه مشروع قطر جينوم مثلا من المشاريع الريادية الأولى على مستوى العالم. قطر تصدت لهذا الشيء مبكرا جدا، وستصبح رائدة بلا شك في المنطقة العربية ومن الرائدين في العالم. والمعلومات اللي تنتجها قطر ترى مو بس تنفع قطر، تنفع قطر والمنطقة كاملة، لأنه في شعوب سواء في الجزيرة في الخليج في الجزيرة العربية أو حتى في الوطن العربي اللي تشابه جيناتها اللي الشعب القطري، ستستفيد من هذا الجهد المبارك اللي صار في قطر. هذا أول شيء. أما بالنسبة أنت أضعت جانب آخر للثلاث مستويات للفائدة من الطب الجينوم أو الطب الدقيق، تكلمنا عن العلاج والتشخيص، بس الوقاية، أنت بمعرفتك لبعض المكونات الجينية ستستطيع أن تتوقع، طبعا كل شيء بيد الله وهذه احتمالات، بس ستتوقع بقدرة بدرجة كبيرة جدا أنه من معرض لا سمح الله للإصابة بأي مرض، فبالتالي تأخذ إجراءات وقائية في وقت مبكر جدا وتمنع حصول أشياء منها مثل ما تفضلت السرطان. يعني في الدراسة اللي سويناها إحنا، هناك عشرات من الأشخاص اللي ممكن يكونوا حاملين لبعض الطفرات اللي تعرضهم لا سمح الله لسرطان القولون، لسرطان الثدي. تخيل أنت أن تمسك هذولا وتوديهم للعيادة الملائمة في حمد أو في المكان قبل إصابة دكتور، قبل إصابته بعشر سنين، ممتاز، بخمسة عشر سنة، ممتاز. تقول لهذا الشخص أنت خل بالك، هتسوي فحوصات مو مثلا بعد سن الخمسين بعد الستين، أنت كل بعد العشرين بعد الخمسة وعشرين، بالتالي ممكن تنقذ حياته.